اسم كاتب وصرت لأمي كنه وشايب لك لولو دهب ريتك فيهن تتهنه تهني أمك صارت حماتي حنيتها تدللني هيد شريكة حياتي ويا أمي فيها تهني على قلب الدلالي صرتي حلالي وإلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم النبيين. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. إخواننا الحضور الجميع، طبعا احنا كلنا في هذه الليلة بمثابة عائلة واحدة، كلنا اخوان وكلنا طبعا العريس ابننا والعروس بنتنا، وان شاء الله يا ربي نعتبرها هاي يعني بداية حياة ان شاء الله حياة سعيدة لها. طبعا برحب بالموجودين جميعا في يعني في عندي ترحيب خاص للدكتور علي حمازة، يعني هذا من نسيبنا حبيبنا إيهاب، يعني سبيشال لك يا دكتور، وسلم إيديك اللي عملته حبيبنا إيهاب، والله يعطيك العافية وإن شاء الله دائما بتظل يعني بمهارتك بشطارتك إن شاء الله. وأضيش برفع راسنا لأن إحنا بصراحة لما عندنا دكاترة فلسطينيين متعلمين هذا هو اللي بيثبت الهوية الفلسطينية مش في أمريكا في جميع أنحاء العالم. وأهلا وسهلا بالجميع وإن شاء الله يا إخوان طبعا بنرحب بالجميع والمرتين، وبحب أقدم الأخ أبو موسى حتى يطلب لخالة وابن خالة. تفضل يا أبو موسى. شكرا أبو زيد. أهلا وسهلا بالعموم، رحبتونا إن شاء الله نفرح بالدم في ديارنا ودياركم. كما ذكر الأخ أبو زيد سبحانه وتعالى أنعم علينا نعم لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم هي نعمة الزواج، فأنزل فيها آيات عدة، ومنها كما ذكر أخي أبو زيد وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أتقاكم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أصالة عن نفسي وبالنيابة عن هذه الجهة الكريمة وإخوان العريس وأعمام العريس السيد حسني فراج، نتقدم إليكم سيد إيهاب وأعمام العروس وإخوان العروس، نتقدم إليكم بطلب بنتكم الغالية صاحبة الصول والعفاف عبلة، وإن شاء الله تخرج من بيت خير وتدخل في بيت خير إن شاء الله. وأهلا وسهلا بالفطر وبالجواب.
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة السعيدة وهذا الجمع الكريم وهذه الجاه الموقرة نرحب بكم جميعا فردا فردا، فأهلا وسهلا بكم جميعا. وبالنيابة عن ولد عمي إيهاب حسنات أحمد إبراهيم، لقد استمعنا إلى طلبكم، هذا طلب مشرف. تسلم. ونحب أن نعرفكم بأن ابنتنا غالية علينا، ولكن لا يغلو الغالي على الغالي مثلكم. الله حييك. بنات الناس عند الأجاويد أمانة، وأنتم من أصحاب هذا البيت. تسلم يا خالي. مرحبا بكم الله يا خالي. فقبل أن نبارك للعرسان علينا بالفاتحة. إخواني أخواتي مساء الخير ومرتين. طبعا إحنا في هذه القاعة في هذه المناسبة في هذه الليلة طبعا جينا حتى يعني نفرح للعريس وخطيبته إن شاء الله اللي بتمناهم إن شاء الله البداية السعيدة، وإن شاء الله من ثم إلى الحياة الزوجية والخلف الصالح إن شاء الله. بدي أطلب من الجميع يا إخوان بليز، زي ما قلت إحنا بمثابة عائلة واحدة بدناش أي تكليف، فالجميع يعني يشارك أم العريس وطبعا أبو العم السيد إيهاب وعيلته، يعني بدنا الجميع، بدناش يعني بنخليه اوبن دانس، بدناش طلبات، بدنا الجميع يشارك. على شرف كل من اتى وحضر في هذه الليله، وعلى شرف هالخطوبه والمناسبه الحلوه، بدنا نفتتح هذا الحفل، وبدي اقول كلمه لاولاد عمي قرايبي عموم ضي ابراهيم، يعني هذه البنت بنتكم امانه، وان شاء الله يعني بتكون بتعيش حياه سعيده، وان شاء الله يعني بتكبر من احلى ما يمكن، ومرحبا بكم ومرحبا بها، وان شاء الله يا رب بتكون الحياه السعيده للجميع. على شرف كل من اتى وحضر في هذه الليله نفتتح هذا الحفل، اهلا وسهلا، تفضلوا يا جماعه. طبعا بناء على طلب والدي عم ايهاب بدي ندخل العروس الحلوه عبله ايهاب ابراهيم، اهلا وسهلا تفضلوا. Ibrahim Wahab.
دارك يا حبيبي.
شكرا يعطيك الف عافية حبيبي. بدنا نرحب بمطربنا الليلة. في عنا سيد نصر حنا، نور الكردي، السيد عمر جابر. الفرقة الموسيقية أهلا وسهلا فيكم يا إخوان. في معنا على التصوير السيد أحمد الجليل. أهلا وسهلا. والآن نقوم بإدخال العريس حسني فؤاد حسني فراج. أهلا وسهلا تفضل. لعيون العرس وينك حسون؟ I'm not afraid.
God is my life, God is on me. God is there. Ayo, ayo. La yuna que me fue.
عيون العريس حسني وعروسته عدل الصلاة والنبي.
ديوانا. مفتوح للجميع. بدنا نشوف الكل يشارك معنا الليل. العيون بالعريس ابن حسني ويلي سفولة صاعيني يا بور وينك سيش صوتي
كيكه الله يعطيك العافيه ما شاء الله على الصوت والله يحييكم يا شباب. بدنا رقصه من بنت عمي ام حسني مع ابنها حسني بنقول لها الف مبروك يا بنت عمي وان شاء الله يا رب بالخلف الصالح بالذريه الصالحه يا رب. طبعا بدي اطلب من بنت عمي مع ابنها طبعا بشاركي مع عمي العريس السيد رياض فراج وزوجته وايضا يوسف وام بشير ولو كمان دار فراج. تفضل يا ام بشير انت ويوسف مع دار فراج. طبعا الموجودين من دار فراج اهلا وسهلا شاركوا ابنهم في هذه الرقصة اهلا وسهلا تفضلوا. بنشوف العريس حسني بس الله تعلمي العيون من العريس والحبايب من العريس الجميع حوالينا من العريس الجميع حوالينا ترجمة
الصوت خليني بالساحة. إخواني أخواتي الله يكثر الأفراح، وأنا الحقيقة يعني بدي أستغل وقفتهم بالساحة، بدي أعطي الإعلان لنسيبي إنسان محترم أبو محمد سيد رياض فراج، في عنده خطبة لابنه إن شاء الله في ديسمبر 23 في كليفلاند أوهايو. فنقول لك يا أبو محمد ألف مبروك، أنت أبو محمد فبدنا على شرف الخطبة هاي وعلى شرف عموم ضيف الراج أهل العريس مع المحبين أهلا وسهلا تفضل. لعيون أبو محمد دار الفراج. I went down.
السيد علي الشيخ ابو لؤي، والف حمد لله على سلامته وبروح الشر عنه، وان شاء الله يا سيدي ربنا بعطيه الصحه والعمر. وطبعا بدنا نطلب ولد العم السيد ايهاب حسين ابراهيم وزوجته مع العرسان وراء حسني. طبعا الان بدنا ولد العم السيد ايهاب حسنات ابراهيم مع زوجته مع العريس والعروس، وطبعا عموم اولاد عمنا وقريبنا ال ابراهيم بيشاركوهم، بس اعطوهم 1 منت او 2 منت لحالهم، بعدين بيشاركوهم جميعهم بناء على طلب السيد ايهاب. الله وسهلا، تفضل. Thank you.
We'll be right back.
حسين.
حسني بدها الان تلبس الذهب. تفضل يا عم حسني. لبس هالحالة يلا يا حسني، لبس هالحالة الله معه.
يعطيك العافية. الحقيقة يعني انك يعني بإذن الإنجاب انت والفرقة الموسيقية طبعا. اهلا وسهلا فيكم. ريحوا يا اخواني يا اخواتي. اخواني يا اخواتي. سيداتي سادتي في عنا مناسبة بإذن الله تعالى. بمشيئة الله تعالى سوف يزف الشاب الأديب مالك محمد إبراهيم أبو صبيح ابن عمد على صاحبة الصور عفاف بنت أبو عبد الله بنت ابن أبو عمار مش عارف الكل يعرف يعني. فبهذه المناسبة الحلوة بنحب نشارك الطرفين برقصة حلوة بتمنى لهم يا رب يعني مناسبة إن شاء الله بتكون مناسبة سعيدة على الجميع. وأهلا وسهلا فيكم. نطلب من ذوي الأرسال يتفضلوا على الساحة حتى نشاركهم في هذه المناسبة. تفضل أستاذ. Yeah.
سمعت عنها حبيبي. أنا وشك يا حسني، وشك يا حسني كل الحلال، قلبي من حبك يا حسني ما حلاله. كانوا حبيبي حبيبي، كانوا حبيبي حبيبي يا حسني، انت طلب روحي حلاله، ولا عمري بيوم رديت له طلب. يابا يابا على المدعود، على المدعود بهجتنا والفراح، على الله قالوا على المدعود بهجتنا والفراح، تغمر دارنا البسمة والفراح. والفراح وضاع العمر هجران وغياب. يابا يابا كانوا عريس الزين، عريس الزين يا محلى بدلتم حسني الزين، يا محلى بدلتم بمال الكون مظلمي بدلتم. أبو حسنات يا أبو الحسنات هالغالي، هالحامل التلا بدلته بيكرم الضيف على أربع جناب. يا با يا با يلا يا شباب عالدمك. Oh,
Got it.
حلوه ويعطيك الف عافيه حبيبي انت وفرقه موسيقيه. بناء على طلبي عريس بدي اطلب اصحابه عموم دو اسلاك عبد الخالق دو برهوم يعني اصحابي عريس تفضل يا احمد. Thank you.
وحشني. ريحت رجيم. Still dying. Listen, take two more minutes. في عندي special request. He said take two more minutes. يعني ناس بيعزوا عليا والحقيقة السيد وائل وإخوانه إخوان العروس وهذا الإنسان وائل يعني إحنا كدار دولة ما بننسى فضل الزلمة هذا اللي فتح بيته إلنا قبل 12 سنة الله يحييك وإن شاء الله يفضل بيتك دائما عامر يا وائل والله يطول في عمرك وخلي لك الحجة يا رب والعموم وتظل يا ربي كبير ابن كبير بدنا سبيشل الله يسلمك يا حجة حجة انت مختارة بنت مختار اخت مختار عمة مختار يعني ما اخترت الا عندك تسلمي تسلمي الله يخليك يا حجة تسلمي تسلمي الله يحييك يطول في عمرك وحيد ربي يشفعك بدنا وائل واخوانا طبعا مع الحجة وخلاك طبعا العروس مع العريس والعروس تفضل يا وائل انت ومحيسن واخوك الحاضر تفضل
اخواتي بناء على طلب وادي العم ابو حسنات بدي اطلب رقصه من طبعا من حسني وخطيبته وايضا بنته وخطيبها خالد. طبعا الشهر الجاي ان شاء الله بتكون الخطبه ان شاء الله تكون على خير. طبعا هاي الرقصه مع جداتهم ام وائل وام نضال. سو تفضلن يا عماتي، انت يا عماتي. Thank you.
شكرا يعطيك الف عافيه. طبعا يعني هالكيت ختموها مسك، بيطلب من عند العريس بنت العم ام حسني مع كراباتها مع المحبين اللي بحب يشاركوها، everyone اللي بحب يشارك من العريس، this is يعني ختامها مسك يعني. فتفضلوا انتم يا بنات شاركوها في الرقصة، حقيقة it's a special night. ويا بنت عمي الحقيقة بدك حفلة حلوة ما شاء الله عنها، والكل انبسط، العريس مبسوط، العروس مبسوطة، الجميع مبسوطين، اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي ان العريس والحب يشاركوها. وين حبايب ام العريس ام حسني؟
نسكي على بنشكرك انت والفرقه الموسيقيه على الليله الحلوه اللي قدمتوها. الله يخليكم ان شاء الله نظل صوتك ماضي ويظل بين محتوى الشباب. اهلا وسهلا بكم اخواني اخواتي باسم اهل فراج وباسم وادي العم ابو حسنات وعموم اهلي وقرايبي عموم اهل ابراهيم. طبعا بالنيابه عن اخوان العريس عموم اهل دوله. بنشكر كل من اتى وكل من حضر وجميع الحضور اللي شرفونا في هذه الليله واللي يعني مظبوط شرفونا وان شاء الله رد عليهم الافراح. والف مبروك يا ابو حسنات، الف مبروك يا بنت عمي يا حسني، ان شاء الله يا رب تتم على خير. شكرا للجميع، ثانك يو فيري ون، تصبحوا على خير، ثانك يو فيري ماتش. حنشكر ابو زيد على وقفته على الميكروفون. بنشكر ابو حسنات، الف مبروك. ما ننساش نصور الفيديو احمد الجليل واحمد العراقي. الف مبروك لام حسني ومن حسنات. تبقى الف خير.